السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب معانا النهاردة هنبدأ بس كده بمثل بيقول لك ايه، ادي العيش في خبازه. احنا النهاردة معانا الدبل دي من مصنع ما بيعملش غير دبل بس، دبل بس، يعني هناخد احسن تشطيب احسن شغل باقل سعر. بص التشطيب عامل ازاي، الدبلة السادة حاجة مميزة جدا 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 جدا. طيب الأسعار إيه؟ الأسعار الدبلة دي كانت بتنزل الأول عاملة 6 جرام 7 جرام 5 جرام ونص أقل حاجة، النهاردة المصنع بينزلها لنا 4 جرام ونص بس، يعني حوالي 4000 ونص تقريبا تقريبا، يعني إحنا بنقول متوسط سعر. لا أنت ممكن تلاقي من 4000 كمان لحد 4500 4600 حسب المقاس. أدي شكل ومقفولة من جوه أهي، معانا الشكل اللي هو القش السمك اللي الناس نزلوا وقال لك ده جميل وتحفة، بس بكام؟ ب4000. لا ب2500، ب2500 بس في مصوبات العزيز بالله، فرع مدينة نصر عند موقف الحي العاشر، وممكن نلاقيها في فرع حدائق القبة خلف المخابرات. ادي الدبل اللي هي السادة ما بتبطلش، كانت عاملة كام؟ كانت بتبقى عاملة تقريبا 2500. طب هي عاملة كام هنا؟ من 1300 ل 1500 الدبلة السادة دي بحوالي 1500 بس. معانا بقى الدبلة اهي اللي كنا بنقول عليها اللي هي سي ان سي دي في حدود 4000، دي في حدود 4000 تقريبا. وفي الدبلة اللي هي الشريط برضو اهي في حدود كام؟ في حدود 4000 برضو، مميزة وعملية. وفي اللي هي السادة العريضة قوي، الناس اللي بتحب السادة العريض في حدود كام؟ في حدود 4000 برضو. في ناس منها عايزه شكل يكون منقوش او حاجه، فجبنا منها البريزاتش برضو في حدود 3000 ونص تقريبا 4000 حسب المقاس. ونشوفكم فيديو تاني ودمتم بخير.